ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح سوا المحاضره رقم 3 من كورس Artificial Intelligence. محاضرتنا النهارده بتتكلم عن حاجتين. النص الاولاني هيكون متكلم عن النولج اللي هي المعرفه، يعني ايه نولج انجينيرنج، يعني ايه نولج مانجمنت وكذا مصطلح كده اهوت. والنص الثاني هيكون متكلم عن الاكسبرت سيستمز. لما نخش اكتر في المحاضره هنعرف يعني ايه الاكسبرت سيستمز وبس كده. يلا بينا نبتدي. دي كده الاجنده بتاعتنا النهارده. هنتكلم في اول 3 نقط دول عن المعرفه، ايه هي المعرفه وايه طرق الاكسبريشن او ريبرزنتيشن بتاعت المعرفه ديت. بعد كده هنتكلم عن الاكسبرت سيستمز في 3 نقط كمان. وبعد كده عندنا مصطلح اسمه الانفرنس تشيننج، هنشوف برضو ايه هو عباره عن ايه وعندنا ايه نقول عنه. في الاول احنا محتاجين نسال نفسنا سؤال: وات از نوليدج؟ ما هي المعرفه؟ هتلاقيه بيقول لك ان النوليدج از ا ثيوريتيكال اور براكتيكال اندرستاندينج اوف ا سبجكت. يعني هي باختصار العلم هو المعرفه بس. فهو بيقول لك ان النوليدج إذا theoretical or practical understanding، إن أنت فاهم حاجة في subject أو domain معين، في موضوع أو في تخصص معين. ويقول لك برضو إن المعرفة هي مجموع كل اللي أنت عارفه أو sum of what is currently known. وبيقول لك إن اللي إحنا استنتجناه إن knowledge is power. أنت لما بتكون عارف في حاجة أو بتكون فاهم في حاجة، ده بيخليك أنت خبير فيها فقوي، فتقدر تعمل حاجات غيرك ما يقدرش يعملها في المجال دوت. ويقول لك إن those who possess knowledge، الناس اللي عندهم المعرفة دول، بنسميهم إيه؟ experts، خبير. انت بتفهم في المجال بتاعك فانت خبير فيه. قال لك عندنا نوعين من النولج دي: ستاتيك نولج ودايناميك نولج. الستاتيك اللي هي المعلومات الثابته، الحاجات اللي هي المسلم بيها، او مش شرط يكون مسلم بيها بس هي حاجه ثابته. والله دراستك في الكليه دي كام سنه؟ 4 سنين، فهتبقى معلومات. يعني دراستك مثلا في هندسه كام؟ 5 سنين، دي معلومه ثابته مش هتتغيرش. لكن الدايناميك نولج هي المعلومه اللي بتتغير، الحاجات اللي ممكن نضيف لها نشيل منها، يحصل لها ابديت، زي عدد الطلبه مثلا. احنا دخلنا سنه اولى 1000 واحد، في سنة تانية بقينا مثلا 900، في سنة تالتة ممكن نبقى 850 800، وهكذا. معلومة كل شوية بيحصل فيها ابديت، بتتغير، ما هياش ثابتة مدى الحياة. بعد كده بيوضح اكتر يعني ايه اكسبرت. الدومين اكسبرت اللي هو لو انا قلت مثلا دوت ميديكال اكسبرت، يبقى هو اكسبرت في الدومين دوت، في الميديكال فيلد. بيقول لك ان الدومين اكسبرت دوت هو اي واحد عنده معرفة وسترونج براكتيكال اكسبيرينس ان بارتيكولار دومين، هو عنده معرفة قوية جدا في الدومين بتاعه دوت. وبيعيد تعريف الاكسبرت دوت، بيقول لك ان الاكسبرت هو شخص سكيلفول، عنده مهارات، يقدر يعمل حاجات غيره ما يقدرش يعملها، عشان كده هو خبير في الموضوع بتاعه ده. بعد كده بيوضح لنا الفرق ما بين النولج انجينيرنج والنولج مانجمنت. النولج انجينيرنج باختصار هو فن هندسه المعرفه، ازاي اعمل لها ستراكشر معين بحيث انها اعرف اخزنها، اعرف اشتغل عليها، هندسه المعرفه نفسها، تمام. لكن النولج مانجمنت بقى هي ان انا اخد المعرفه ديت واطبقها في حاجات مختلفه. اللي بيقول لك تحت تمام كان هو دمج ما بين كمبيوتر ساينس ومانجمنت، تمام. اللي هو النولج انجينيرنج مجرد ان هو بس بيشوف ازاي يهندس الموضوع او يعمل له ستراكشرنج. لكن النولج مانجمنت تمام، هو خلاص عرف، خد النولج ديت من النولج انجينير وبيشتغل عليها بقى، بيعمل لها كابتشر، بيعمل لها شويه عمليات، وبعد كده بيشوف بقى ازاي يستخدمها بحاجه تفيده في الفيلد بتاعته، تمام. طيب دلوقتي انا عرفت ايه المعرفه، ايه الفرق بين النولج انجينيرنج والنولج مانجمنت. المعرفه ديت حاجه فيج قوي او حاجه عامه قوي، ازاي اقدر اعملها ريبرزنتيشن؟ ازاي اقدر اعرضها؟ قال لك عندنا 4 طرق رئيسيه: لوجيكال ريبرزنتيشن، سيمانتيك نتورك ريبرزنتيشن، فريم ريبرزنتيشن، وبرودكشن رولز. تعالوا نعرف واحده منهم ونعرف كل واحده فيهم بتتكلم عن ايه. اول حاجه معانا هي اللوجيكال ريبرزنتيشن. بيقول لك هنا لانجويج وذ كونكريت كوميونيكيشن رولز ذات ديلز وذ بروبوزيشنز. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ فاكرين في الديسكريت ماثيماتكس لما كنا نكتب حاجه زي كده؟ دي كانت عباره عن ايه؟ دي طريقه بتقول ان انا لكل اكس، لو الاكس دي عصفوره، اقدر استنتج ان الاكس دي هتطير، فاقدر في الاخر استنتج ان العصافير بتطير. فالجمله اللي فوق دي هي الجمله اللي تحت، ولكن انا هنا عبرت بلغه وهنا عبرت بلغه، نفس الفرق بين اللغات اللي احنا بنتكلم بيها عادي. فانا هنا عملت اللغه انا اقدر افهمها، تحت لغه اي حد فاهم النوتيشن دوت يقدر يفهمها. بعد كده ممكن اعمل لها اكسبريس بقى مثلا بلغه برمجه عشان الكمبيوتر يفهمها، وهكذا. فباختصار هو ده كان لوجيكال ريبرزنتيشن، ان انا بعبر عن المعرفه اللي عندي بجمل، جمل تبقى واضحه. عشان كده تلاقيه كاتب لك فوق هنا نو امبيجوتي ان ريبرزنتيشن، ان الموضوع ما بيبقاش في لا شيء كده، لا هو بيكون الكلام واضح، هو بيعبر عن ايه ومفهوم. دي اهم حاجه فيه. تاني حاجه معانا هي السيمانتيك نتورك ريبرزنتيشن. دي بتقول لك لا، انا مش هعملها بقى كايه، مش هعبر عن المعرفه اللي عندي ديت كسطر او كجمله، لا انا هعبر عنها كجراف. كل حاجه عندي عباره عن اوبجكت، فاكرين كده السيمبوليزم مثلا، كل حاجه عندي عباره عن اوبجكت،
والريليشنز اللي ما بينهم هي الخطوط اللي بتوصل ما بينهم او الادجز. تمام، فهتلاقي ان انا عندي حاجه اسمها كات اوبجكت، وحاجه اسمها دوج اوبجكت برضو، وبت ده اوبجكت هو كمان. واقدر اقول بقى ان القطه ديت عباره عن بت او از بت، وان الدوج هو كمان از بت، وهما الاثنين عندهم حاجه اسمها تيل، وفي حاجه اسمها سمكه كمان، والسمكه ديت هاز تيل، ده نوع ريليشن تانيه. وممكن والله في جراف تاني يقوم قال ان الفيش كمان ممكن تكون بت، تكون متوصل كده، ممكن هو في الجراف دوت مش متوصل. وبعدين حبيت اقول ان الفيش ليفز ان ووتر، لو عندي هنا حاجه مثلا شارك مش هتكون بت، ولكن هي هتكون ووتر وهيكون عندها تيل وهكذا. الموضوع كله مبني على فكره الجراف دي. هتلاقيه بيقول لك هنا ان هي ايه، سيمانتيك نتورك از جرافيكال ريبريزنتيشن، عشان معتمد على الجراف، بيعرض السيمانتيك ريليشنز بتوين كونسبتس. الفيرتيسيز هي الكونسبتس او الاوبجكتس اللي عندي، والادجز عندنا هي اللي بتقول لك ايه هي الريليشن او المابنج اللي ما بين الاوبجكتس دي. تمام، تالت حاجه معانا هي الفريم ريبريزنتيشن. عايز تفكر فيها زي اكسل شيت، او زي ديكشنري في بايثون، او زي جيسون لو انت شغال ويب، اي حاجه. فكرتها كلها ان هي عباره عن كي وفاليو. اقدر اقول ان هي والله عندي هنا النيم عمر، الايدج 20، اي حاجه الكليه فاكالتي مثلا اف سي اي اس، الجامعه عين شمس، وهكذا. كي فاليو كي فاليو كي فاليو. هي طبعا لو اكسل شيت الموضوع هيكون معكوس، يعني هيكون الكيس ديت بنسميها هي الكولومن هيدرز، وبعدين بحط فيها انتريز كتيره بقى. فهي نفس الكلام، ان انا الموضوع بيكون عندي كله عباره عن كي فاليو كي فاليو، او زي ما هو كاتب لك في السلايدز هنا نيم وفاليو. كل اتريبيوت ليها نيم وفاليو. الاتريبيوت بتاعت النيم اسمها نيم بس الفاليو بتاعتها عمر، الايدج اسمها ايدج بس الفاليو بتاعتها 20، وهكذا. تمام، في نفس الوقت انا ممكن يكون عندي الفريم ده كله اسمه مثلا ستودنت. تمام، وممكن والله يكون عندي واحد تاني فريم تاني خالص يعني جواه اتريبيوت اسمه ستودنت، شايل ايه؟ شايل انستنس من الستودنت دوت. فالموضوع مش شرط يكون ان هو حاجات سيمبل سترينج وانت كده، لا احنا مش بنتكلم في ده. طيب ممكن يكون اي داتا تايب، ممكن يكون اي حاجه خالص. هي فكره العرض نفسها بس، ان انا بعرضه عن طريق نيم فاليو بس. دي اللي بتشبه الموضوع بتاع الفريم ريبريزنتيشن ده. تمام، وعندنا في السلايد دي برضه اهوت بيقول لك، عشان الكلام مش واضح شويه بس هقوله لكم. هنا هوتل روم، السوبر كلاس بتاعها روم اللي هي بتنهرت منه، اللوكيشن هوتل، كونتينز هوتل شير وهوتل فون وهوتل بيد، كذا حاجه اهوت. الهوتل شير دي اصلا ليها التيبل بتاعها لوحده او الفريم بتاعها لوحده، برضه بتنهرت من حاجه اسمها تشير، وليها الهايت والليجز واليوز بستخدمهم في السيتنج. تمام، والهوتل فون نفس الكلام، السوبر كلاس بتاعه ان هو فون عادي بنستخدمه ان احنا نكلم الروم سيرفيس، والبلينج ثرو روم نفس الكلام. الهوتل بيد هيكون فيه برضه شويه بيانات، وجواه حاجه اسمها ماتريس بتنهرت برضه من حاجه ثانيه، وهكذا. الموضوع كله بيكون مبني على فكره الانهرتنس دي. رابع واخر حاجه معانا هي البرودكشن رولز. البرودكشن رولز هي اقرب طريقه لدماغنا او العقل البشري من لعرض البيانات. هتلاقيه بيقول لك ان الهيومن مينتال بروسيس از انترنال، ومعقده جدا ان احنا نقدر نعبر عنها كالجوريزم، ولكن اغلب الاكسبرتس بيقدروا يعبروا عن معرفتهم عن طريق البرودكشن رولز دي. طيب ايه هي اصلا البرودكشن رولز دي؟ بيقول لك هي از ديفايند از اف ذن ستراكشر. يعني لو والله لو لقيت عندك كونديشن معين اعمل حاجه فلانيه، او لو تحقق عندك الاوبشن المعين دوت يبقى الحاجه دي كمان هتكون صح. والله لو عندك الاعراض ديت يبقى انت ممكن يكون عندك المرض ده، وهكذا. كلها عباره عن اف ذن اف ذن اف ذن. بنسمي الجزء بتاع الاف دوت اللي هو الكونديشن انتيسيدنت، والذن بنسميه الكونسيكوينت. تمام، انتيسيدنت وكونسيكوينت، عشان لو جات لنا في حاجه نظري ولا حاجه نكون عارفين برضو المصطلحات. عايز تحفظها برضو بطريقه من الطرق بتاعتنا ديت، اقول يبقى مش الايف بتيجي قبل الذن، يبقى حرف الاي بيجي قبل حرف السي، فانتيسيدنت وبعدين كونسيكوينت. تمام، هنا برضو بيديك مثال اهو، بيقول لك ان اف ذا ترافيك لايت از جرين ذن ذا اكشن از جو، اف ذا ترافيك لايت از ريد ذن ذا اكشن از ستوب. والله لو اشاره خضراء امشي، لو اشاره حمراء اوقف. تمام، بيقول لك ان الرول ممكن يكون ليها اكتر من انتيسيدنت، ممكن يكون ليها اكتر من كونديشن فوق مع بعض، ونقدر نربط بينهم باند او بور. تمام، ممكن اقول والله لو انت السن بتاع الشخص اللي هيسحب فلوس دوت اقل من 18، ولو هيسحب مبلغ اعلى من 1000، يبقى انا محتاج الامضه بتاعت ولي امر، عشان ما مش اي حد صغير كده يقعد يسحب فلوس. بيقول لك برده ان الجزء بتاع الانتيسيدنت دوت بيتكون من جزئين، جزء اسمه اوبجكت اللي هو الجزء الاول، والجزء الثاني اسمه الفاليو اللي هو الجزء دوت،
وبنربط بينهم بحاجة اسمها اوبريتور. لو الحاجات اللي احنا بنربط بينها ديت مجرد اوبجكتس يعني كده زي سترينجز زي كده، فبنربط بينهم بحاجة زي از او هاز او الكلام دوت. بس ده ما يمنعش ان احنا لو عندنا حاجة فيها ماث زي كده او ارقام نقدر نستخدم نيوميريكال اوبجكتس زي less than greater than less than or equal greater than or equal equal not equal الكلام ده كله. تمام، فهتلاقي ان انت عندك اي حاجة بتتكون من الجزء الاولاني دوت اللي هو الاوبجكت، والجزء التاني اللي هو الفاليو علشان انا بشخبط كتير، وفي النص بينهم الاوبريتور تحت هتلاقي نفس الكلام، ده الاوبجكت ودوت الاوبريتور، عفوا ده الفاليو وفي النص في الاوبريتور. تمام، زي ما اتفقنا برضو ان الرولز مش شرط تكون رول، يعني لو لقيت كذا اعمل كذا مش شرط يكون اكشن او امر، ممكن تكون عبارة عن، ممكن تكون اكتر من حاجة. عندنا انا مديك 5 امثلة، ممكن تكون ريليشن ان والله يعني لو الفيول تانك از امتي يبقى ساعتها ممكن نقول ان الكار از ديد، انت تستنتج حاجة زي كده. ممكن يكون عبارة عن ريكومنديشن، لو عندك ان الجو في الخريف والدنيا مغيمة والفورس كاست از دريزل، مش عارف دريزل يعني ايه، مش عايز افتي، يبقى يعني انا بقترح عليك انت تاخد معاك الشمسيه، ممكن تمطر عليك. ممكن تكون حاجه تانية دايركتيف اللي هو لا انا بقول لك اعمل الحاجه الفلانيه ديت كنصيحه ليك، او بديك دايركشن بوجهك في اتجاه معين. لو العربيه ديد يعني مش شغاله والفول تانك امتي، في الحاله ديت يبقى انت لازم، يعني العربيه مش شغاله وما عندكش بنزين، يبقى ساعتها لا روح فول بقى، روح حط بنزين. تمام، انا بوجهك ان انت تعمل اكشن الفلاني. حاجتين كمان اللي عندنا هما استراتيجي وهيرستيك. الاستراتيجية ان انت بتقسم الحاجة اللي انت عايز تعملها ديت على كذا خطوة او استراتيجية، فبتقول والله ان لو العربية مش شغالة يبقى الاكشن ان انت تروح وتتأكد من الفيول تانك، وكده يبقى انا ايه خلصت الستيب الاولانية. وبعدين بيبقى حط كونديشن، لو انت فعلا خلصت وعملت يعني لو انت الستيب الاولانية دي متحققة عندك والعربية فعلا مش شغالة وعملت تشيك الفيول تانك، لو طلع بقى فول ساعتها يبقى الاكشن اللي انت المفروض تروح تعمله ان انت تتأكد من البطارية. لو هو فعلا في بنزين بس مش هتشتغل، ممكن تكون البطاريه نايمه ولا حاجه، فروح اتاكد من البطاريه وكده يبقى انت عملت ستيب 2. ممكن يبقى عندك ستيب 3 لو انت ستيب 1 كومبليت وستيب 2 كومبليت والبطاريه شغاله ما فيهاش مشكله، ولا روح وديها الميكانيكي يشوف لك مثلا، وهكذا. تقدر بقى تحط الاستراتيجيه كلها اف الس اف الس، ولا لا خلصت ديت يبقى روح كده، طب لو لقيت كذا اعمل كذا، دي الاستراتيجيه بتاعتك. اخر حاجه هي الهوريستيك اللي هي معلومات مسلم بيها، معلومات علميه غالبا او حاجات مش هتتغير برضو. ان انا والله لو عندي ايه الحاجه اللي اتدلقت ديت عباره عن سائل والبي اتش بتاعته اقل من 6، ولو رحت عامل زي الخل يبقى هو اسيتك اسيد او عند الخليج. تمام، فدول كده 5 امثله من الرولز اللي ممكن تكون موجوده عندنا. كده احنا خلصنا جزء النولج، هنخش بقى في حاجه اسمها اكسبرت سيستم. الاكسبرت سيستم دوت عباره عن برنامج على الكمبيوتر وظيفته كلها او اهم حاجه بيعملها ان هو بيسيموليت جزء الديسيجن ميكنج اللي البني ادم بيعرف يعمله، او الشخص الاكسبرت كبني ادم يعني بيقدر يعمله. انت ممكن تروح لدكتور مثلا تقول له والله انا عندي كذا كذا كذا، يبقى انا مثلا اللي عندي دوت ايه، او اللي انا بشتكي من كذا 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 اللي عندي دوت ايه. لو انا والله عايز مثلا ادفايس من حد في الامور الماليه، اللي هو والله اديله معطيات، والله بص انا عندي الشركه الفلانيه دي اسهمها مثلا طلعت نزلت طلعت نزلت، وبص الجراف اهو والشركه الفلانيه دي اسهمها عملت كذا، انت شايف ان انا المفروض اعمل ايه، احط مثلا فلوسي في انهي شركه من دول وهكذا. دوت بيسيموليت فكره الديسيجن ميكنج ديت، بياخد عنده شويه معطيات برضو او بيانات، وعلى اساسها بيقدر ياخد لي ديسيجن ويوضح لي هو ليه خد الديسيجن ده برضو. تمام، الاكسبرت سيستم ده بقى مكون من ايه؟ هتلاقيه مكون من 5 حاجات. اسهل حاجه فيهم الاند يوزر اللي هو انا ما اعرفش حاجه، انا رايح استخدم البرنامج دوت. والدومين اكسبرت اللي هو زي ما قلنا الدكتور دوت اللي بيحط بقى الاكسبيرينس بتاعته في البرنامج دوت. والنولج انجينير هو اللي بيعمل له انترفيو وبياخد منه المعلومات بتاعته ديت وينسقها كويس، وبعد كده يديها للبروجرامر. البروجرامر دوت بقى هو اللي هيتعامل مع النولج انجينير اللي اتعامل اوريدي مع دومين اكسبرت وخد منه الاكسبرت بتاعته ديت. النولج انجينير هينقلها للبروجرامر او هيوصلها له، فدوت بقى اللي يقدر يترجمها لكود، يعمل لها كوديفاي عشان نقدر نعملها بقى في سيستم كامل وبرنامج على الكمبيوتر. الناس دي كلها بقى او الثلاثه دول بيكون مشرف عليهم واحد اسمه بروجكت مانجر، زي اي بروجكت مانجر عادي، وظيفته ان هو يتاكد ان المايلستون اللي احنا المفروض نوصل لها دي وصلنا لها فعلا، اتحققت، ان مفيش مشاكل، ان كل الجوانب ماشيه كويس، الديدلاينز بنعمل لها ميت عادي ما بنتاخرش عنها، وهكذا. هو مجرد يعني بروجكت مانجر ما فيهاش فلسفه زياده. وبيقول لك في الاخر خالص في السلايد ان هو ان نجاح الاكسبرت سيستم يعني مبني على النجاح بتاع الاربع افراد اللي فوق دول ماشيين مع بعض ازاي، او شغالين مع بعض ازاي، ومتفاهمين مع بعض ازاي.
هتلاقي في السلايد دي، والسلايد دي بيتكلم معاك عن ان انت الدومين اكسبرت دوت هو الشخص اللي فاهم والسكيلد، والنولج انجينير دوت اللي بيعمل له انترفيو، اهو انترفيو ده دومين اكسبرت وبياخد منه الكلام دوت. وهتلاقي بعدها البروجرامر هو المسؤول ان هو يكوديفاي الكلام دوت، ولازم يكون عنده ايه لغه برمجه زي السي او ليسب او برولوج او او بي اس 5 او كليبس او جيس او الكلام ده كله. البروجكت مانجر هو الشخص اللي بيتاكد ان الديليفرابلز ميت والمايلستونز ميت، والاند يوزر هو الشخص بقى ايه اللي هيستعمل اكسبرت سيستم ده. تمام، احنا اوريدي قلنا الكلام ده كله الحمد لله. طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل اكسبرت سيستم او ادرس اكسبرت سيستم دوت، الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ هو عامل ازاي من جوه؟ قال لك ان هو بيكون فيه حاجه اسمها لونج تيرم ميموري وشورت تيرم ميموري. تمام، اللونج تيرم ميموري ديت اللي انت بتحط له فيها كل القواعد اللي هو يقدر يمشي عليها. لو مثلا حاجه طبيه فتقول والله لو بيشتكي من كذا يبقى غالبا عنده كذا، لو بيشتكي من كذا يبقى عنده كذا، لو بيشتكي من كذا روح اتاكد ان هو ممكن يكون بيشتكي من كذا وهكذا. تمام، انما البروبلم سبيسيفيك بقى اللي هو بيشوف مشكلتك انت، المعطيات بتاعتك بقى اللي انت خلاص اللي انت قلتها له او الجيفن يعني، ويروح بعد كده عشان كده بيحطها في شورت ميموري انها حاجات صغيره، ويروح بعد كده يقارنها بقى بالداتا بيز اللي عنده بكل البرودكشن رولز اللي انت مديها له من الاول او اللي الشخص البروجرامر حطها له. فنقدر نقول ان اللونج تيرم ميموري ديت اللي البروجرامر بيحط فيها كل البرودكشن رولز اللي هو خدها من الاكسبرت، وشورت تيرم ميموري ديت اللي بنخزن فيها البروبلم سبيسيفيك انفورميشن اللي الاند يوزر هو اللي بيديها لك بقى. تمام، لو بصينا في الصوره ديت هتلاقي ان انت هنا البرودكشن رول بنحطها في اللونج تيرم ميموري زي ما احنا قلنا اللي هي الحاجات الكتير بقى اللي عندي، وانما الفاكتس بقى اللي هي الحاجات اللي انا مثلا بشتكي منها دلوقتي، الاسهم بتاعت الشركه الفلانيه، كل الحاجات الحاليه الخاصه بالمشكله بتاعتي اللي انا رايح للاكسبرت سيستم دوت عشان يفيدني فيها. تمام، بعد كده بقى الاكسبرت سيستم بيعمل ايه؟ بياخد الحاجات دي يعملها كومباين مع البرودكشن رولز، يعملها ريزونينج او منطق او يفكر فيها او يربطهم ببعضها، وفي الاخر يتوصل لكونكلوجن. انا خدت اللي انت قلته لي دوت تمام، قارنته بالحاجات اللي انا عارفها اصلا او اللي عندي، ووصلت في الاخر للكونكلوجن اللي انا بقول لك روح والله حط فلوسك في الشركه الفلانيه دي احتماليه انها تنجح اكتر بكتير من الشركه التانية اللي انت كنت بتتكلم عنها دي. طيب بكلام بقى تكنيكال اكتر، اللونج تيرم ميموري ديت اللي احنا بنخزن فيها الرولز اللي احنا اتفقنا عليها ان دي احسن طريقه نخزن بيها اللي هي اف ذن، تمام، اللي هي برودكشن رولز، بنسميها حاجه اسمها نولج بيز، دي القاعده بتاعت المعرفه اللي عندي كلها، كل الرولز اللي انا عندي اللي انا اعرفها. تمام، وبعدين الفاكتس دي كلها انا بخزنها في الداتا بيز بقى بتاعتي، ان انت عندك 1 2 3 4 دي الفاكتس اللي عندك او البروبلم بيزد او بروبلم سبيسيفيك فاكتس اللي عندك بخزنها في الداتا بيز. تمام، بعد كده الانفرنس انجن دوت هو اللي بيعمل جزئيه الريزوننج اللي احنا قلنا عليها اللي كانت في السلايد اللي قبلها الريزوننج. تمام، وبعدين قبل ما يطلع لك الانسر في الاخر بيعمل له اكسبلانيشن، بيقول لك والله انا اخترت كذا علشان كذا، هو بيقول لك انا اخترت ليه، مش بيقول لك اللي هو بص ثق فيا انا عملت كذا، لا هيقول لك هيعمل لك اكسبلانيشن يقول لك انت انا ليه اخترت الشيء دوت احسن من دوت، اصل دوت احتماليه ان هو يفشل كذا كذا علشان كذا كذا، وده احتماليه ان هو ينجح اكبر عشان 1 2 3 4، وبيوضح لك هو عمل كده عشان تكون مطمن. الكلام ده كله بيكون كارد ثرو اوت يوزر انترفيس، حاجه عشان الاند يوزر العادي اللي هو اللي تحت دوت يقدر يتعامل معاه اصلا، يقدر يتفاعل مع البرنامج، يكون حاجه سهله بالنسبه له، فبنحتاج له يوزر انترفيس وبس كده. ده كده ده الاستراكشر بتاع الاكسبرت سيستم. هتلاقي برضه في السلايد دي بيقول لك ايه هي النولج بيز، ايه هي الداتا بيز، ايه هي الانفرنس انجن، وبعدين بيقول لك ايه هي الاكسبلانيشن فاسيلتيز، ان هو لما اليوزر بيسال الاكسبرت سيستم هو ليه اختار الحاجه الفلانيه ديت. اليوزر انترفيس هو الكوميونيكيشن بتوين اليوزر اللي عايز حل المشكله بتاعته والاكسبرت سيستم نفسه. تمام، ده اللي احنا لسه قايلينه برضه. طيب ايه بقى الخصائص بتاع الاكسبرت سيستم ديت؟ يعني انا لو عايز اعمل اكسبرت سيستم لازم يتمتع بايه؟ الصفات بتاعته؟ قال لك اول حاجه لازم يكون عنده الهاي كواليتي بيرفورمانس، ولازم يكون سريع، لازم يكون عنده سرعه، بس خلي بالك في نفس الوقت يكون سريع بس بيديني معلومات اكتر اقدر اعتمد عليها فعلا وصح. هستفاد ايه بالسرعه لو انت اديتني مثلا معلومه ان انا احط فلوسي في مكان وتبصين في حته طلعت معلومه غلط في الاخر؟ فلازم تكون عندك السرعه بس في نفس الوقت هاي كواليتي، لازم تديني معلومه صحيحه بنسبه كبيره جدا. تمام، بيقول لك ان الاكسبرت سيستم برضو بيابلاي هيوريستكس، الهيوريستكس دي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الحاجات المعلومات الثابته اللي عنده، ولازم يكون عنده اكسبلينيشن كابابيلتي ان هو يوضح لك انا اخترت دي على الاساس الفلاني مش زيطه اهي. تمام، واخر حاجه بيقول لك ان الاكسبرت سيستم بتامبلوي سيمبوليك ريزونينج زي الايه الفاكتس والكونسبتس والرولز الحاجات اللي انت معرفها اوريدي. تمام، هتلاقيه برضو هنا بيقول لك ان الاكسبرت سيستم ميزته عن اي سيستم عادي احنا بنعمله مثلا في الكليه او اي برنامج تاني، ان النولج بتكون سيبريتد عن البروسيسنج. انا بديله الاول زي ما اتفقنا لو رجعنا كذا كذا سلايد النولج بيز والداتا بيز،
النولج بيز عندي هي ان انا بحط له فيها كل النولج اللي عنده، كل المعلومات اللي ممكن يستخدم يحتاجها، وبعدين بيبقى عندي البروسيسنج بتاعها بقى ان انا باخد الحاجات اللي اليوزر بيحطها لي وفي الاخر اربطهم ببعض في حته تالته خالص اعمل عليها بروسيسنج. فالبروسيسنج بيكون سيبريت عن حته النولج اللي فوق دي خالص. تمام، دي حاجه مهمه ان بيقول لك في الكونفنشنال بروجرام او اي برنامج تاني بيكون الموضوع عباره عن ميكستشر، النولج مع الكنترول ستراكشر مع الداتا ستراكشر مع البروسيسنج، كل حاجه ايه كله في كله. فده بيخلي ان انا لو عايز اضيف حاجه، حاسس انا حاطط مثلا اراي فيها 100 معلومه عندي، حبيت ان انا اخليهم 50 او 150 قصدي، احتاج ان انا اغير بقى في الداتا ستراكشر نفسه اخليه 150، بعد شويه الاقي ان انا فكره الاري اصلا ما كانتش كويسه، فاحتاج ان انا بقى اريفاكتور الكود كله بتاعي. تمام، مقسام. فالاكسبرت سيستم ميزته ان هو بيبقى مخزن ده في حته وده في حته، يقدر يزود هنا براحته يزود هنا براحته، وفي الاخر البروسيسنج بيفتش بقى الداتا دي من هنا ومن هنا وفي الاخر يشتغل عليها. بعد كده السلايد دي واللي بعدها مقارنه ما بين الاكسبرت سيستم والكونفنشنال سيستم والهيومن اكسبرتس العاديين. بيقول لك ان والله الهيومن اكسبرت دوت بيستخدم معرفته في هيئه رولز اوف ثامب او هيورستكس عشان يقدر يحل المشاكل اللي عنده في النطاق اللي هو متخصص فيه. رولز اوف ثامب اللي هي قوانين عادي يعني، اللي في حين ان الاكسبرت سيستم بيستعمل الرولز اللي انت مديها له علشان يقدر يحل برضو نفس الحاجات ديت في النطاق الضيق بتاعه. ليه؟ لان انت في الاول في الاخر هو الاكسبرت سيستم بيزد على الهيومن اكسبرت او الاكسبرت اللي انت اصلا خدت منه المعرفه وعملت لها كوديفاي. تمام، كونفنشنال بروجرام ما بيبقاش متخصص في حاجه معينه، ولكن هو بيقدر يحل نيوميريكال بروبلمز. تقول والله خد الفلوس ديت، احسب لي انا صرفت كام في الشهر دوت، متبقي لي كام، عليا مثلا دين بقد ايه، الكلام ده كله اغلبها بتكون نيوميريكال اوبريشنز. فالهيومن اكسبرت انت ما بتقدرش تقسم دماغك اللي هو دي الحاجات اللي مسلم بيها، دي الحاجات الخاصه بقى باللي ما اعرفش ايه دلوقتي، ودي الحته التالته اللي انا هشتغل فيها. لا، الموضوع بيكون كله بيقول لك كومبايلد فورم، اللي هو كل حاجه شغاله مع بعضها عادي. في حين ان انت الاكسبرت سيستم بيديك كلير سيبريشن ما بين النولج والبروسيسنج. دي ميزه عند الاكسبرت سيستم يعني. الكونفنشنال بروجرام ما بيعرفش يفرق دوت عن دوت زي ما لسه قايلين من السلايد اللي فات. الهيومن اكسبرت والاكسبرت سيستم هتلاقيهم هما الاثنين بيقدروا يعملوا اكسبلينيشن، ده بيعمل اكسبلين ده بيعمل اكسبلين، لكن دوت دونت اكسبلين، هو مش قادر يقول لك هو عملت كده ليه، هو من جوه شغال وعمل نيوميريكال اوبريشنز وطلع لك الريزلت في الاخر، هو ده اللي هو بيعرف يعمله بس. بيقول لك برضو ان الهيومن اكسبرت والاكسبرت سيستمز هتلاقيهم غالبا زي بعض في كل المقارنات دي، ان هما الاثنين يقدروا يتعاملوا مع المعلومات اللي مش كامله ويطلع لك داتا على قد اللي عندك يعني من الاخر. لكن الكونفنشنال بروجرام زي ما اتفقنا هو كله شغال على نيوميريكال اوبريشنز، فلازم تكون الداتا اكزاكت. سي ان انا مثلا بقول له والله هديك داتا كتيره تحسب لي عليها حاجه فلانيه، لو انا عندي نال في النص او حاجه مشكله في النص ان الداتا مش كامله، البروجرام هيضرب في وشي او هيدي اكسبشن، في ساعتها ان هو هيديني مش هيعمل بروبلمز من الاخر يعني. ولذلك بيقول ان انت الهيومن اكسبرت والاكسبرت سيستم لما بياخدوا داتا انكمبليت في احتمال ان هما كان ميك ميستيكس، هنا برضو يقدروا يعملوا ميستيكس بسبب ان الداتا انكمبليت او فازي. لكن ان هو مش هيديك سولوشن اصلا، هو هيديك اكسبشن، هيقول لك انا مش عارف اعمل حاجه بالداتا اللي عندك دي، كملها وبعدين تعالى لو سمحت. الفرق بقى اللي ما بين الهيومن اكسبرت والاكسبرت سيستم ان الهيومن اكسبرت بيقول لك انهانس ذا كواليتي اوفر ييرز، ان انا كدكتور مثلا كل سنه بيبقى عندي خبره بتزيد اكتر، فبقدر ان انا خبرتي بتزيد اكتر فيبقى عندي معلومات اكتر واكون شخص مفيد اكتر. لكن الاكسبرت سيستم انت اللي بتديله المعطيات بتاعتك، فان هو على مدار السنين هو يفضل زي ما هو ثابت، مش هيحصل له ابديت غير لما انت بنفسك تعمل ابديت للرولز اللي عندك اللي انت حاططها في اللونج تيرم ميموري. تمام، الكونفنشنال بروجرام علشان تغير في الكواليتي بتاعته او تحسنها لازم تغير الكود كله، مش مجرد النولج بيز، لا انت بتغير الكود كله. فبيقول لك ويتش ميك تشينجز ديفيكلت. طيب انا دلوقتي والله الداتا بيز دي زي ما اتفقنا دي المعطيات بتاعت الاند يوزر، والنولج بيز هي دي الرولز اللي عندي اصلا انا مخزنها. لو اليوزر قال لي ان انا عندي فاكس اسمها اي اس اكس، هو حاطط لي الجيفن دوت، هروح انا اعمل له ماتشنج مع النولج بيز، هلاقي ان انا عندي رول بتقول ان والله لو الاي اس اكس يبقى البي اس واي، فالاكشن دوت تمام اللي هو الكونسيكونت هيتعمل له حاجه اسمها فاير، هيضرب او بمعنى صح ايه هيشتغل، فهيروح يخزن في الداتا بيز بقى عند اليوزر. من ضمن المعطيات او الاستنتاجات بقى ان الفاكت ان بي اس واي، وبعد ما يحط بي اس واي يرجع بقى يقارن تاني يعمل لها ماتش، لو عنده رول بتقول ان لو بي اس واي يبقى كذا فهيلاقي حاجه فيعمل لها فاير وهكذا. بيفضل في الكلام ده كله لحد ما يوصل لمرحله ان مفيش حاجه ثانيه تعمل لها فاير، فخلاص يبقى انا كده خلصت. يعني مديني مثال اهوت، انا عندي رول نمبر 1 بتقول ان انا لو عندي الواي والدي يبقى زد. تمام، هيجي بص عندي هنا هلاقي انا عندي الدي بس ما عنديش الواي، الواي لسه معتمد على حاجات تانية، فارجع اروح للرول التانية يقول لي والله لو انا عندي الاكس
والبي والاي يبقى واي. هاجي ابص على الحاجات برضو عندي الاي والبي والاي، لكن الاكس لسه في انترميديت ستيب. هبص على الرول التالتة، لو الاي يبقى الاكس يبقى ار. انا وانا عندي الاي جيفن، فالاي هتوصلني الاكس، بعدين اقدر اخد الاكس والبي والاي دول كلهم يوصلوني للواي، بعد كده اخد الواي والدي دول اللي هما في الليفل دي اوصل للزد. فانا كده بيسموها انفرنس تشيننج، ان انا كنت عايز الزد ديت من عن طريق الدي والواي، فعملت تشين ان انا عشان اجيب الواي محتاج الاي والبي والاكس، عملت تشين كمان عشان اجيب الاكس محتاج اروح اجيبها من الاي، وهكذا. فبيحصل تشيننج او تسلسل في الانفرنس ده. التشيننج ده بقى ليه نوعين، حاجه اسمها فورورد تشيننج وباكورد تشيننج. الفورورد تشيننج بنسميه داتا دريفن ريزوننج، ودي الطريقه الاوقع بالنسبه لنا شويه او الاقرب لدماغنا، ان انت بتبدا من النون داتا اللي عندك وبتفضل تاخد خطوات لقدام عشان توصل للاستنتاج. ان انت بتبدا تاخد المعطيات اللي عندك زي ما احنا شفنا في الابلاك ده، ان انت بتبدا تاخد المعطيات اللي عندك تقول والله اه انا عندي دي وبتوصلني للاستنتاج دوت، اروح بقى احط الاستنتاج ده في اخر داتابيز مثلا، وعندي ده وانا والله لقيت ان انا ده هيوديني برده حاجه ثانيه هقوم حاططها عندي، وهكذا. ببتدي بالحاجات اللي عندي لحد في الاخر ما اوصل لاستنتاج معين. ده بنسميه فورورد تشيننج، ان انت ماشي لقدام، تبدا من تحت خالص كده من الحاجه اللي عندك، تفضل تطلع 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 لغايه ما توصل في الاخر بقى ايه للكونكلوجن بتاعك. في معلومتين ان انا نعرف لازمتهم ايه قدام شويه، ان كل رول بيتعمل لها اكسكيوشن مره واحده بس، وان البتاع بيقف لما خلاص ما بقاش في حاجه ثانيه تعملها فاير زي ما انا قلت لك من شويه. تمام، هنا مديني مثال اهوت على الكلام ده، بيقول لك ان انت لو الداتا بيز عندك جيفن فيها الاي والبي والسي والدي والاي، تمام، هتمشي في النولج بيز بقى بالترتيب اهوت، فورورد الواي والدي، عندك واي ما عندكش بس عندك دي، انا ما عنديش واي اصلا فمش هينفع ايه ده اندنج، لازم كله يكون بترو عشان اقدر اوصل للي بعدها، فخلاص هنط دي. عايز اكس وبي واي، لقيت ان انا بي والاي بس ما كانش عندي اكس، فايه هترايح للي بعدها، الاكس دي ما كانتش موجوده تمام، كان عندي اي وبي وسي ودي واي بس، هترايح للخطوه الثالثه بقى اللي هي اي اكس، لقيت ان انا عندي الاي تمام، هروح بقى ايه عملت ماتشنج للاي اهوت مع القانون دوت، فعملت فاير الاكس ورحت مزود الاكس هنا. خلاص بس نعمل اندو عشان نوضح الاكس اهو، رحت ضايف الاكس كمان اقف، لا مش هعرف هكمل انا لسه نفس السايكل، قمت مكمل الرول اللي بعدها سي انديكيتس ال، فلقيت ان انا عندي سي فعلا، هقوم رايح لو ان احنا لسه نفس السايكل نمبر 1، لقيت ان السي بتقول لي ان انت يكون عندك ال، رحت انا حاطط ال جنب الاكس تحت هنا كده اهو، لان رحت اللي بعدها عايز ال وام، طب انا ما عنديش الام لسه، خايف هقوم طالع خلاص كان خلصت اللفه ديت، هبتدي تاني لفه من الاول خالص. ابص عندي عايز واي ودي، هل انا عندي الواي ودي؟ خلي بالك ان احنا كنا بادئين في السايكل الثانيه دي من غير الواي، الواي دي جايه من السهم ده، فاحنا معانا الكلام ده كده بس، ده اللي بادئين بيه حلو. فانت ايه رحت الواي ودي، هتروح بقى للرول دي اكس وبي واي، لقيت ان انت عندك الاكس والبي والاي كلهم جيفن عندك، تقدر تستنتج منهم واي، فتعمل فاير الواي وتقوم حاططها في الداتابيز، فدي كانت ضافت للداتابيز اللي عندك تمام. تنزل عند الاي، لو انا كان بقى السلايد اللي قبلها اني رول كان بي اكسكيوتد اونلي وانس، فانت عملت لها ايه مارك ان هي او تشيك ان هي اتعملت خلاص، هتنطها النقطه دي كمان، تنزل عند ال والام، ستيل ما عندكش لا ال ولا ام، ما عندكش ام قصدي، فهتقوم خلاص خلصت السايكل دي تمام، تقوم رايح بقى للسايكل اللي بعدها اللي هي السايكل رقم 3، عايز واي ودي، هتبص هتلاقي انت عندك الواي والدي، خلي بالك برده ان الزد دي مش معانا لسه تمام، لان هو الواي والدي يقدر يستنتج منهم الزد، فراح عمل فاير للزد وراح ضافها للداتابيز، دي معمولها تشيك، دي معمولها تشيك، دي معمولها تشيك، السايكل رقم 3 ديت برده خلصت، ان ال والام من الام لسه ما زالت مش عندنا ومفيش حاجه توصلنا الام، يبقى انا وصلت ان انا كله تشيكد، واللي مش تشيكد انا عمري ما اعرف اوصل له، شكرا انا كده خلصت، ده ماتش فاير سايكل ستوبس والنو فرذر رولز كان بي فايرد، ما عنديش اي حاجه اقدر اضيفها تاني للداتابيز، شكرا انا كده خلصت. هتلاقي برضو ايه اخر كام كلمه بيقول لك على فورورد تشيننج، ان هو تكنيك اوف جاذرنج انفورميشن، انت بتجمع كل الداتا اللي عندك عشان كده ايه تستنتج منها بقى ايه الحاجه اللي انت تقدر تعمل لها استنتاج. بس بيقول لك برضو خلي بالك ان انت كده في النص ممكن بتعمل، بص في الاخر بقى عندك كام، بقى عندك 9 معلومات، وانت ممكن تكون اصلا مش عايز غير معلومتين ثلاثه، فانت كده ممكن في النص بتعمل حاجات زي هاف ناثينج تو دو وذ استابليش جول، انت هتوصل مثلا في الاخر للزد ديت فانت بتعمل حاجات غيرها، فانت ممكن بيبقى عندك ايه وانت ما عرفتش توصل للزد غير في اخر خطوه، فانت عشان توصل للجول بتاعك انت خدت خطوات كتير قوي ممكن يكون ملهاش لازمه، فمش دايما هو بيكون احسن حاجه. بيقول لك والله لو الجول بتاعك ان انت تختار حاجه واحده بس او توصل لفاكت واحده بس، فالفورورد تشيننج مش هو احسن حاجه، بيكون ايه افيشنت ساعتها. فبنفكر بقى في الحاجه التانية اللي اسمها ايه، اللي اسمها باكورد تشيننج. باكورد تشيننج هي بقى
نرجع بس للفورورد تشيننج، بيقول لك ان ده داتا دريفن، هو كله ماشي ورا الداتا، لكن الباكورد تشيننج جول دريفن، هو هدفه الاساسي الجول اللي هو عايز يوصل له، وبعد كده بيبدا يشتغل بقى على اساس الجول دوت. بيشتغل بقى ازاي الباكورد تشيننج دوت؟ هو بيشتغل على ان هو بيفترض، بيقول والله انا عايز اثبت الزد ديت، انا هفترض ان هي ترو، تمام؟ طيب هي عشان تكون ترو يبقى لازم المسببات بتاعتها كلهم يكونوا ترو، فانا ايه هروح بقى اشوفهم، لو هم كلهم بترو والله فعلا خير وبركه، طب افرض دي ما كانتش ترو، دي كانت بفولس، يبقى انا هفترض ان هي برده بترو، يبقى ده الجول الجديد بتاعي، فارجع على ان انا محتاج اثبت ان دول كلهم يكونوا ترو، وهكذا افضل اعمل تشيننج برده بس باكورد، انا عمال ارجع لورا ارجع لورا لحد ما اوصل والله الحاجه ان هي كلها فعلا بترو ومحققه كل الشروط، فاستنتج بقى ان يبقى الحمد لله ان انا كنت عايز اوصل له دوت هعرف اوصل له، ليه؟ لان انا ده بترو، فقدرت اثبت ده بترو، فاللي هو بقيته برده بترو، يبقى ده ترو، يبقى ترو، فاللي كان ناقص لي دوت بقى ترو هو كمان، يبقى انا فعلا قدرت اثبت الحاجه اللي انا السبيشال اللي انا عايز اوصل لها في اخر دي، تمام؟ فانا ببتدي منها وافضل ارجع ورا افضل ارجع ورا افضل ارجع ورا، والله مثلا ايه انت بتقول ان انت عندك برد، طيب هل انت مثلا بتكح؟ هل بتعطس؟ هل مثلا عندك رشح؟ لا ما عندكش رشح، ليه؟ اصل الرشح دوت او مش عارف مثلا، فترجع تشوف بقى الاسباب بتاعته، الرشح دوت هل مثلا عندك الم في زورك، هل عندك معرفش ايه، ما انا مش دكتور فمعرفش افتي كتير في السلسله دي، بس دي فكرة كلها، انت عايز توصل لاستنتاج، مش لازم بقى ان انت ايه تقول له طب انت رجلك بتوجعك، اصل ده ممكن يكون ان انت مثلا ايه ما تغطيتش، انت يمكن تقعد بقى تخش في افلام، وفي الاخر من ضمن كل الاستنتاجات والله انا ممكن يكون عندك برد فعلا، فانت كده بقى ايه بتتشعب الموضوع جدا، لا انت بتفترض ان انت فعلا عندك برد، وترجع بقى تشوف الاسباب دي كلها، تمام؟ هتلاقي هنا مديك مثال برضو بس الصوره مش واضحه، فتعالوا نشوف الصوره في المكان التاني، اهو ده كده الباكورد تشيننج، الصوره اوضح شويه. انت بتبتدي من فيز رقم واحد، ان انت بتقول والله انا الجول بتاعي ان اوصل للزد، حلو، بتدور بقى عن المره دي على اليمين في النولج بيز بعد السهم، يعني الزد موجوده فين، لقيت ان الزد مبنيه على الواي والدي، بتبص في الداتابيز عندك على الواي والدي، لقيت الدي بس ما لقيتش الواي، فبتنتقل للفيز 2 او باس 2، ان انت عندك سب جول او جول جانبي ان انت تثبت الواي، ليه؟ لان انت لو اثبتها فعلا او اتحققت منها او وصلت لها، يبقى انت خلاص كده الجول عندك في الزد انت وصلت له، هتروح للواي، هتلاقي ان الواي هتدور على اليمين برده في النولج بيز، لقيت انها مبنيه على الاكس والبي والاي، تبص عندك فوق انت عندك بي واي بس ما عندكش اكس، فتروح للباس رقم 3 ان انت الجول بتاعك ان انت تدور على الاكس، تمام؟ هتقوم تبص على اليمين عشان توصل الاكس ديت كانت المفروض مبنيه على ايه؟ هتلاقيها مبنيه على الايه؟ تمام؟ فانت وصلت للرول بتاعها، تروح بقى في الباس رقم 4 تاكد او تعمل ماتشنج مع الداتا بيس فوق او علشان ايه؟ تدور على الايه ديت، دورت لقيت ان الايه موجوده فعلا، رحت عامل فاير الاكس فتحققت من السب جول بتاعك اللي هو الاكس دوت، ورحت حطيته في الداتا بيس، تمام؟ رحت بقى للباس 5 انت كده خلاص وصلت للسب جول اكس، فترجع خطوه لورا في السب جول، ترجع بقى للسب جول واي، انت عايز تحقق سب جول واي مبني على اكس وبي واي، لقيت ان انت عندك دلوقتي فعلا اكس وبي واي عملت لهم ماتشنج كلهم موجودين، تقدر تعمل فاير الواي وتحطها في الداتا بيز عندك، بعدين تروح بقى لاخر باس خالص اللي هو باس رقم 6، كانك بترجع برده خطوه كمان لورا، انت كان الجول الاساسي بتاعك كان ايه؟ اللي قبل الواي دوت كان الزد، الزد مبني على الواي والدي، انت لسه حاطط الواي وكان عندك الدي اصلا، يبقى انت الحمد لله قدرت توصل للزد بتاعتك، فانت بدات من الزد، خدت خطوه لورا للواي، خدت خطوه كمان لورا للاكس، لقيت الاكس الحمد لله، رحت موصلك للواي وراحت موصلك للزد، فوصلت اللي انت عايزه في الاخر. ولو بصيت تحت خالص هتلاقي ان انت اي بي سي دي اي اكس واي زد، فانت ولو بصيت عند الباس رقم 6 هتلاقي ان احنا في الفورورد تشيننج ما كانش عندنا ايه، كان عندنا سي كمان زياده، فاحنا هنا وفرنا خطوه كمان زياده اهيت من نولج بيز، ان احنا كنا عملنا فاير للال عشان احنا كان مجرد ان احنا عندنا سي، مع ان الال مش فايداني في اي حاجه اصلا، احنا كده وفرنا خطوه. طبعا ده مثال صغير، على سكيل اكبر بقى انت بتوفر خطوات كتير جدا، فالباكورد تشيننج بيكون مفيد لو انت هدفك توصل للزد بس، مش هدفك تعمل كل الاستنتاجات الممكنه، تمام؟ ده اللي استعملته وده اللي استعملته. طبعا نرجع للبي دي اف بتاعه، هتلاقيه بعد كده بقى بيقول لك ايه السؤال البديهي اللي هو طب انا امتى استخدم الفورورد وامتى استخدم الباكورد، ايه الفرق بينهم او فرق او ايه اللي يخليني اختار ده عن ده؟ بيقول لك اهوت والله لو الاكسبرت عايز ان هو يجمع كل الانفورميشن اللي عنده ويبتدي بقى يبتدي يشتغل عليها، فساعتها ده داتا دريفن، فهنحتاج ايه الفورورد تشيننج، ساعتها يكون اختيار امثل يعني، لكن لو هو عايز يفترض حاجه في الاول ويحاول يثبتها، ساعتها ايه يبقى هنستخدم الباكورد تشيننج، ده يكون احسن ساعتها. طيب مش جايز والله واحنا بنحط الرولز ديت، ما انا ممكن اكون لسبب او لاخر بتعامل مع اكتر من اكسبرت مثلا، الاكسبرت نفسه لخبط في حاجه او وات ايفر، يحصل لي كونفليكت في كل الرولز اللي عندي، يبقى في اتنين رولز مثلا بيقولوا حاجتين متضاربين،
زي مثلا ان هو كده بيقول لك والله ان انت لو الترافيك لايت از ريد وقف، لو الترافيك لايت از ريد امشي. طب امشي ولا اقف؟ مش هعرف اعمل الاثنين. فهنا ساعتها بيقول لك ان الاثنين دول اسمهم كونفليكت، ولازم نعمل كونفليكت ريزولوشن عشان ده ما يعملش مشكله في واحنا بنشغل البرنامج. فاحنا عندنا كذا طريقه. اول طريقه منهم اسمها الهايست بريورتي، ان انا وانا بعرف الرولز بقول ان الرول دي هي ليها الاولويه، لو موجوده مع رول تانية ليها أولوية أقل ساعتها بقى بشوف أنهي فيهم هي اللي أولويته أكبر، هي واختار الأولويات أكتر دوت وده اللي هنفذه فعلا. فيها طريقة تانية بتقول لك إن، أو رأي تاني يعني، بيقول لك إن الموست سبيسيفيك رول هي اللي ليها أولوية أكتر. لو أنا هنا والله بقول لك إن لو الدنيا في الشتاء وإن الدنيا كلاودي واحتمال إنها تمطر أو قالوا إنها ممكن تمطر يبقى اقعد في البيت. هنا بقول لك لو الشتاء خد معاك الشمسية. أنهي سبيسيفيك أكتر؟ هل لو أنت عندك الـ3 شروط دول ولا شرط واحد؟ اكيد 3 شروط. فساعتها هيبقى انت ايه، لا اقعد في البيت احسن من تاخد الشمسيه وتخرج بره، ده سبيسيفيك اكتر. فدوت اللي بيدور اولويه في الراي ده. الراي التالت والاخير ان هو بيقول لك شوف ايه احدث حاجه اتحطت في الداتابيز عندك بالتايم ستامب بتاعها يعني، ودي اللي انت تنفذها. يعني لو لقيت حاجتين مفيش فرق بينهم، مفيش فرق في السبيسيفيتي يعني، او مش حاطط لهم برايورتي تفرق بينهم، فساعتها بقى اعتمد على التايم ستامب. انا حطيت الساعه 8 وربع الصبح ودي حاطط الساعه 9 وثلث، لا يبقى انا خليني في 9 وثلث عشان دي احدث، ودي بتكون فعلا مفيده. هو يوسفول ان ريل تايم اكسبرت سيستم لما تكون الداتا بيحصل لها ابديت كل شويه، زي ما قلنا مثلا حاجه في الماركت ستوك او الماركت شير او الاسهم، ساعتها يبقى انت ايه كل شويه بيحصل ابديت للداتا بيس بتاعتك، او قصدي للنولج بيس بتاعتك، فانت بتحتكم بقى على احدث ابديت عندك من المعلومات. تمام. طيب انا ليه اصلا بقى بعمل الكلام ده كله؟ ايه الادفانتج بتاعت الاكسبرت سيستم دوت؟ قال لك الادفانتج بتاع الاكسبرت سيستم هي ان انا بيكون عندي الناتشرال نولج ريبريزنتيشن، انا بكون عامل النولج عندي عارضها بالطريقه اللي البني ادمين بياخدوها عادي، اللي هي اف الس اف الس، عفوا اف ذن، لو كذا اعمل كذا، لو كذا اعمل كذا، زي ما انا هتلاقي كاتب لك في السطر رقم 3 دوت ان ساتش اند ساتش سيتويشن اي دو سو اند سو، اللي هي اف ذن برودكشن رولز. تمام. ميزته ان هو يونيفورم ستراكشر، ان هي نفس الفكره ان هو معتمد على الاف ذن ستراكشر، فهو كله ماشي نفس الاستراكشر، مش هتلاقي كل جزء من الكود مثلا او كل حته ماشيه بسنتكس معين او ماشيه بحته معينه، هتلاقي هو ان السنتكس كله ايه ماشي تمام. ميزته التالته اللي هي اللي كل شويه بنقولها، ان النولج مفصول عن البروسيسنج، فلما باجي اعدل فيها اهوت هتلاقي بيقول لك it makes possible to develop different application using the same expert system shell، ويكون عندي ان انا نفس النولج بس بعملها بروسيسنج بطريقه مختلفه، فده بيخلي الموضوع اسهل. ان انا عايز ابديت حاجه، عايز ازود حاجه في النولج، عايز اعمل الكلام ده كله، بيخلي الموضوع سهل ان انا فاصل البروسيسنج عن النولج. الحاجه الثالثه زي ما قلنا ان هو بيقدر يديل مع الانكمبليت اند انسرتن نولج، يعني زي ما اتفقنا ان انا ممكن اديله معلومات مش كافيه، معلومات مش اكيد قوي، بس هو يقدر يتعامل باللي معاه، مش هيديني اكسبشن او مش هيديني ايرور لو المعلومات اللي عنده مش كافيه. وهتلاقي هنا في حاجه زي ده لسه اول مره بيعرضها لك، ان في حاجه اسمها سيرتينيتي فاكتور. سيرتينيتي فاكتور دوت ان انت بتقول والله ايه، لو الدنيا في الشتاء وكلاودي والهواء قليل فاحتماليه ان الدنيا تبقى كلير 0.1، لكن احتماليه ان الدنيا تبقى درزل 1.0 اللي هو 100%، واحتماليه انها تمطر 0.9. فبتقول والله في كذا احتماليه وكل احتماليه من دول ليها probability معينه. تمام. طبعا يعني باين هنا ان مش شرط مجموعهم يكون واحد، ان هم ما لهمش علاقه، مش بنقسم احنا probability على الحاجات، ما تربطش الدنيا ببعضها وما تدخلش الدنيا ببعضها يعني، عادي انت بتدي كل حاجه probability بتاعتها وخلاص. طبعا مفيش حاجه كلها مميزات، دي عيوب برضو. ايه بقى عيوبه؟ inability to learn، هو ما بيتعلمش من نفسه. ليه؟ لان هو كله بيحتكم دايما في اختياراته على النولج بيز اللي انا مديها له، اللي انا جايبها اصلا من الاكسبرت سيستم، فهو مش هيتعلم من نفسه، لازم انا اللي اعلمه، لازم انا اللي اديله معلومات زياده، لازم انا اللي اعمل له ابديت. تاني حاجه ممكن ما تبقاش الريليشنز اللي بين الحاجات واضحه، ممكن ما تبقاش واضحه ليا انا، هو هيكون فاهمها بس انا ممكن ما اكونش فاهمها، فدوت بيخلي الموضوع مش سهل قوي بالنسبه لي. تالت حاجة دي الإفكتيف سوليوشن استراتيجي، وهي شرح نفسها إن هو كل مرة بيمشي على كل الرولز اللي عنده عشان إيه يقدر يوصل في الآخر للنتيجة اللي هو عنده، طبعا ده في حالة الفورورد تشيننج يعني، فدوت بيبقى إن إفكتيف في كثير من الأحيان يعني. ودي كده كانت الديس أدفانتج بتاع الإكسبرت سيستم. فاضل لنا جزئية أخيرة اللي هي بتاعت الأنسرتينيتي مانجمنت، اللي هو زي لو رجعنا كذا سلايد كده، هو كانت السيرتينيتي فاكتور، إن أنا لو أنا عندي معلومات مش دقيقة أو معلومات مش أكيدة او معلومات مش متاكد منها قوي، اعمل بيها ايه او اتصرف ازاي ساعتها؟ قال لك ايه هو اصلا بقى ايه مصدر الانسرتينتي ديت. اول حاجه ويك امبليكيشنز، ممكن الشخص نفسه يكون قايل الكلام هو مش متاكد منه قوي، فهو والله يقول لك اصل انا مش متاكد، او ممكن يكون دوت بنسبه كذا، ده بنسبه كذا،
فعشان كده ضافوا الموضوع اللي اسمه certainty factors ده. السبب التاني ان احنا لغتنا اصلا ممكن تكون مش دقيقة، احنا ممكن نقول والله ساعات ده اللي بيحصل، او احتمال ده اللي يحصل، والله ممكن كذا يحصل، اصله في الامكان ان ده يحصل، امكانية حدوث كذا. فلغتنا نفسها اصلا فيها حاجات ambiguous و imprecise، مش دقيقة 100%، فده برضو بيحط بعض المشاكل. فبنحتاج ان احنا نترجم بقى المصطلحات دي للcertainty factors. الحاجة التالتة اللي هي unknown data، ان انا ممكن اكون انا اصلا بجمع داتا ديت من الشخص، في داتا في النص وقعت، او هو ما ادهنيش، او ما لهاش مثلا بيملى فورم ولا حاجه وساب المكان دي فاضيه، فهي انون. فلازم ان انا اخلي بدل ما الاكسبرس سيستم ده هيضرب، اخلي ان هو بيقدر يتعامل لو الحاجات دي فيها انون. فاقول لك الاونلي سولوشن از تو اكسبت ذا فاليو انون اند بروكسيد تو ان ابروكسيميت ريزونينج ويز ذيس فاليو. خلاص انت بتبقى عامل في اللوجيك بتاعك ان انت هتتعامل مع الموضوع ده وخلاص، وتقول له الحاجه يعني بالتقريب دوت هتكون القيمه الفلانيه دي، او دوت الحل على حسب اللي انت بتديهولي ده انا عرفت اعمله لك. المشكله الرابعه ان انت ممكن تكون بتجيب اراء او بتعمل انترفيو لاكتر من اكسبرت، مش لازم عشان بتعمل برنامج عن الطب يبقى معاك دكتور واحد، هي الفكره ان انت يبقى عندك اصلا اكتر من اكسبرت، فممكن كل واحد يقول لك رايه في حته تانية او في حته مختلفه، فساعتها انت بتبقى محتاج بقى ان انت ايه تحط ويت لكل راي من دول. والله دوت قال لي كذا عشان 1 2 3، فدوت انا مقتنع برايه مثلا بنسبه 0.9، دوت والله لا شكله بيفتي فخليها 0.2. طبعا مش زي ما انا بقول كده بالظبط، بس فكره ان انت عندك ديفرنت اكسبيرتس لازم تحط ويت لكل راي منهم علشان ما يتضربوش مع بعض. طب انا دلوقتي حطيت السيرتينتي فاكتورز دول وظبطت الدنيا وظبطت الداتا والكلام ده كله، هحسب بقى الابروكسيميشن دوت على اساس ايه؟ قال لك عندنا طريقتين، طريقه قديمه وطريقه جديده، او طريقه مش كويسه وطريقه كويسه. الطريقه اللي مش كويسه ديت اسمها البيزيان ريزنينج، معتمده ايه على بيز ثيوريم اللي كنا خدناها في البروبابيلتي والستاتستكس. انا اقول لك حاجه كويسه، الدكتور اللي بتشرحها ما مشيتش على الكود خالص او على الرول قصدي يعني، وقالت ان هو مش علينا يتحفظ كمان، وما ادتش امثله بارقام خالص، فغالبا الموضوع مش مهم. اللي ادينا عليه امثله وشرحناه بتفصيل اكتر كان التاني، اللي هو النظام التاني اللي هو بعد بيزيان ثيوريم، اللي هو السيرتينتي فاكتور ثيوري. فتعالوا بس نمشي على بيزيان ريزونينج ونعرف هو ليه اصلا مش كويس وايه مشاكله. فكرته كلها معتمده على بيز ثيوري، ان انت لما بيكون عندك عايز تحسب احتماليه الحاجه او احتماليه الهايبوثيسيس ديت جيفن ان انت عندك ايفيدنس دوت، تاخدهم تشقلبهم من هو بعدين تضربهم في الاولى وتقسمهم بقى على الكلام الكبير دوت، بيز ثيوري ما فيهاش اختراع يعني. بس الفكره ان انت لما الموضوع بيبقى عندك في مالتيبل هايبوثيسيس الموضوع بيعقل اكتر. ليه؟ هتلاقي ان الكود عمال يزيد منك يزيد منك، وكل ما بيزيد عندك الاي اللي هي بتاعت عدد الاي دوت اللي هو عدد الهايبوثيسز اللي عندك اللي انت عايز تدخلهم مع بعض، ده في ده في ده في ده في ده، بتلاقي الموضوع بقى عمال يزيد يزيد يزيد. ومشكله البيزيان ثيوريم اصلا ان هي محتاجه كل البروبابيلتي فاليوز دول از برايمري انبوتس، لازم كل ده يكون جيفن. فانت لو في حاجه صغيره ضربت منك في النص، او لو الموضوع كبر قوي في مشاكله كتيره الموضوع ده من الاخر يعني. يقول لك الكونديشن بروبابيلتيز مي بي انكونسيستنت، تمام، ان انت ممكن الحاجات دي يكونوا متضاربين، ده في رايي ده في رايي ده في رايي، والله ان انا لما عملت ايفيدنس في مره اداني مثلا قرايات مختلفه خالص عن الايفيدنس اللي قبليه، فبتلاقي ان الموضوع انكونسيستنت مش ماشي كله ميه واحده يعني زي ما بنقول. يقول لك ليه اصلا ممكن يحصل حاجه زي كده، ان الاكسبرت نفسه بيعمل اسامبشنز مختلفه لما بيجي يحط الكونديشنال دوت وبيفصلوا عن البراير بروبابيلتيز. انا والله اخدت القياس ده في يوم وخدت القياس ده مثلا في شهر تاني خالص، فبيحصل بقى تضارب ما بين الحاجات دي كلها وبعضها. فساعتها بقى السيرتينتي فاكتورز ثيوري بتبقى بوبولار الترناتيف للبيزن ريزن. ايه بقى هي والله السيرتينتي فاكتورز دي؟ قال لك ان انت مع كل راي انت بتقوله او مع كل اف ذن انت بتقولها بتزود دي حاجه اسمها سيرتينتي فاكتور. ايه السيرتينتي فاكتور دي؟ بتقول والله انت متاكد من كلامك بالنسبه لقد ايه. السيرتينتي فاكتور دي ممكن تقول انها احتماليه حدوث الذن دي، ان انت والله بتبتدي من نيجاتيف 1 لحد بوزيتيف 1، وفي النص طبعا في انكريمنتس يعني زي ما انت عايز. لو قلت لي نيجاتيف 1 يبقى انا متاكد انها مش تحصل، ولو قلت لي 1 انا متاكد انها هتحصل. لو وقفنا عند النون دي كده اهوت هتلاقي اللي تحت هو اللي فوق بس بنزود له كلمه نوت، تمام. فخلونا نشرح على جزئيه واحده بس. لو قلت لي من 0 لغايه 0.2 انت مش عارف، انت مش متاكد خالص يعني. لو قلت لي 0.4 احتمال، تمام. لو قلت لي 0.6 احتمال بس اقوى شويه، 0.8 انت شبه متاكد من حاجه زي كده، 1.0 انت متاكد 100% يعني.
اللي فوق عكسهم، ان هو احتمال صغير يبقى لا، واحتمال صغير يبقى، واحتمال كبير يبقى لا، وبعدين انا شايفه متاكد ان هو لا، والكلام ده كله. تمام، ده المابنج يعني بتاع اللغه بتاعتنا مع السيرتينتي فاكتورز. زي ما قلت لك برضو هنا، انت بتخلي مع كل ذن انت عندك ايه، سيرتينتي فاكتور. تمام، كل سيرتينتي فاكتور من دول بيكون بيزد على اتنين فانكشنز، ميجر اوف بليف وميجر اوف ديس بليف. الميجر اوف بليف دوت والميجر اوف ديس بليف ليهم قانون. لو انا عايز اقيس والله احتماليه او نسبه تصديقي في الهايبوثيسس دي جيفن الايفيدنس دوت، تمام، فانت بتقول والله لو احتماليه حدوث الهايبوثيسس ديت واحد هي 100% تحصل، يبقى 100% برضو ان انا مصدق في حاجه زي كده. وبالتالي لو نزلنا تحت كده دوت هتلاقي ان انت لو احتماليه حدوثها انها زيرو، يبقى انا 100% برضو مصدق ان، او ديس بليف، انا مش مصدق انها تحصل. لو غير كده بقى بيبقى عندنا الرول دوت. الرول دوت هتلاقيه هو الرول اللي تحت، بس الماكس قلبت مينيمم. تمام، ده رول كده انت هتحفظه. خلي بالك ان انت لما بتقيس البليف انت عايز تشوف انت مصدق ايه، فانت بتختار الماكس. تمام، لكن لو عايز تقيس الديس بليف بتختار المينيمم، ممكن تربطها بالشكل دوت يعني. ولو فاكر من البيزن ثيوري احنا كنا بنجيبها اللي هي ايه، اتش جيفن اي، وبعد كده بنجيب البروبابيلتي الاولانيه لوحدها. تمام، فده ممكن يحفظ لك القانون اكتر، ان انت اللي بتبقى هنا دايما هي الاولانيه هي الاتش اتش اتش اتش، في كل قانون هتلاقي اتش هي اللي لوحدها، بتطرحها من فوق ومن تحت في الحالتين، وبتماكس فوق وبتمينيمم من تحت، وبتماكس يعني في البليف وبتمينيمم في الديس بليف. انا بحاول اديك في افكار تحفظك في القانون ده يعني ايه، من غير ما تبقى انت مدصمه. خلاص بقى جبت الميجر اوف بليف وميجر اوف ديس بليف، كل واحد فيهم بيكون الرينج بتاعه بين 0 و 1 كانوا بروبابيلتي، برضو بتعمل لهم ميرج بقى سوا عشان تقدر توصل للسيرتينتي فاكتور بتاعك بتاع الاتش والاي دول، ان انت والله الهايبوثيسيس ديت مبنيه على الايفيدنس دوت. بتجيب بقى بتكومباين الميجر اوف بليف مع الميجر اوف ديس بليف عشان تجيب بقى حاجه اسمها التوتال سترينث اوف بليف اور ديس بليف، اللي احنا بنسميه السيرتينتي فاكتور. بنشتغل بقى ازاي مع حاجه زي كده دوت. بيقول لك والله ان السيمبل رول بتقول ان هو والله لو الاي از اكس يبقى بي از واي. ممكن الشخص او الاكسبرت ما يبقاش متاكد من حاجه زي كده دوت، فبيقول لك والله ان لو الاي از اكس يبقى البي هتكون واي بنسبه 7%، انا 70% قصدي، اللي هو انا اولموست متاكد من حاجه زي كده، او زد بنسبه 2%، هي مش احتماليه قويه ولكن يعني ممكن تكون زد بي زد، يعني احتماليه ضعيفه جدا بس هستيل قائمه. طيب نعقد الموضوع سنه صغيره. لو انا بقول لك ان لو السكاي از كلير يبقى الفوركاست از ساني، لو احتماليه اصلا السكاي از كلير دي جايه لي من حاجه فوق واحتماليتها من فوق اصلا عندي كانت في هنا كاس سيرتينتي فاكتور اوف 0.5، التشيننج دوت او السيرتينتي فاكتور دي عماله تتنقل من ليفل لليفل، ففي الاخر التوتال هيكون كام؟ يقول لك بنضرب ده في ده. ليه؟ لان انت بتقول والله ان سكاي از كلير ديت اللي هي سميها ايه، انت بتقول والله ان سكاي كلير ديت سميها ايه مثلا، هي مبنيه على ايفيدنس تاني صغير قبليه. تمام، او محطوط صغير ايفيدنس تاني قبليها المفروض دي صغيره، والاتش اللي عندك دي مبنيه على الاي الكبيره دي، فانت لما تضربهم في بعض انت اكنك بتطير دي مع دي، فبتوصل بقى في الاخر احتماليه الحدث الاخير عندك اللي انت عايز توصله في الاخر اللي هو الفوركاست الثاني دوت، احتماليته بالنسبه للحدث الاولاني خالص اللي هو الاي الصغيره اللي احنا قلنا عليها في الاول دي، فدوت ان انت بيخليك تضربهم في بعض اكنك بتطير دي مع دي، والله ده كانت 0.5 ودي كانت 0.8 هتضربهم في بعض يطلع لك 0.4 بس. فان انت ايه، والله الموضوع ممكن يكون صاني بنسبه حوالي 5% او 4% يعني، عفوا 40% مش 4%. طيب مش احنا اتفقنا ان احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من اف كونديشن مع بعض مربوطين باند او بور؟ لو باند يبقى انا ساعتها هاخد كل الايفيدنس دول مع بعض، اخد المينيمم بس فيهم، وبعد كده في الاخر اروح ضربه ايه في الايفيدنس بتاع او في السيرتينتي فاكتور بتاع الهايبوثيسس. زي ايه؟ زي ان انا هنا والله بقول لك ان دوت الذن اكشن از وير بلاسز ده 0.8، حلو، اللي فوق دوت والله كان 0.7 ودوت كان 0.9، هاخد ده مع مين فيهم؟ هاخده مع الصغير. تمام، لكن لو في حاله الاور وانا عندي هنا 0.6 و0.8 وتحت 0.9، انا كده كده هاخد دي، هاخدها بقى مع 0.6 ولا 0.8؟ قال لك لا، خدها مع 0.8، انت تاخدها مع الماكس. طب انا ليه باخد هنا ماكس ولا باخد هنا مينيمم؟ تعالى على جنب كده اقول لك حاجه بعيده شويه عن الاي اي خالص. فاكر لما كان بيبقى عندنا بيت سترينج اللي هي 1 0 1 0 1 1 1 0 مثلا،
وبيت تانية فيها 1 0 0 0 1 0 0 1. لو خدناهم اور انا متأكد ان عدد البيتس يا هيزيد يا هيفضل زي ما هو. ليه؟ لان انا كل ما بلاقي 1 بنزله، فهنا 1 1 1 1 1 1، فعدد الونز، وطبعا في هنا 0 0، فعدد الونز بيزيد على اكبر 1. تمام، فتقدر تربط الاور بالزياده، فالاور انا باخد الماكس. تمام، لكن لو في الاند كنت بتلاقي ان عدد الونز بيقل. ليه؟ انت كنا بتلاقي 0 1 ده بيكنسل ده، 0 1 ده بيكنسل ده، ده بيكنسل ده، فهتلاقي في الاخر اللي طلع لك 1 1 1 0. كمان هنا ما عندكش غير صفرين بس، ما عندكش ثوري غير 2 وانز بس، فالاندنج بيصغر عدد الوانز او على الاقل بيسيبه زي ما هو لو كانوا سترينج زي بعض. ده ملوش علاقه باللي احنا بنقوله هنا، بس انا بربط لك في دماغك ان انت اوريدي عارف ان الاور بيزود والاند بيقلل، فده اللي فده ما يلخبطكش. تبقى انت عارف دايما ان الاور باخد معاه الماكس والمينيمم بيكون مع الاند. تمام، ده يقدر يربط لك الموضوع في دماغك. اخر حاجه ممكن تحصل او اخر مشكله ممكن تقابلني هي ان انا لو انا عندي 2 رولز بيوصلوني لنفس الحاجه، ولكن الحاجه اللي بوصلها في الاخر ديت مره انا متاكد بنسبه 0.8 ومره انا متاكد بنسبه 0.6، فانا البديهي بيقول ان انا المفروض اكومباينهم. بس هكومباينهم ازاي؟ هل اخد دي بس ولا اخد دي بس، واطنش الصغيره واخد الكبيره وخلاص؟ تمام، في احتماليه كبيره ولا ايه؟ فبيقول لك ان والله الكومن سنس بيقول لك ان انت لو عندك اكتر من حاجه هتوصلك او اكتر من كونديشن كلهم بيوصلوك في الاخر لنفس الحاجه، فدوت بيزود من فرص الحاجه، او دوت بيزود من السيرتينتي فاكتور بتاع الحاجه دي المفروض. تمام، فعشان الموضوع ما يبقاش عشوائي برضو عملوا له رول، لو الاثنين بوزيتيف، لو التو سيرتينتي فاكتور دول اكبر من زيرو بيبقى لنا القانون ده. تمام، لو الاثنين اصغر من زيرو يعني الاثنين نيجاتيف بيبقى لنا القانون دوت اللي هو هو ولكن فيه بلس. فلو الاثنين نفس الساين بنخلي الساين دي هنا عكسه، لو الاثنين بوزيتيف بنعمل هنا ماينس، لو الاثنين نيجاتيف بنخلي هنا بلس. تمام، هنا في يعني خلي بالك هنا في اور اللي هي الثالثه دي، اللي هي لو واحده منهم بس هي اللي اضرب من الزيرو والثانيه اعلى من الزيرو، يعني لو واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف بمعنى اصح، ساعتها بيكون القانون بتاعنا هو اللي في النص ده. مش عايز اسحل لك دماغ اكتر، فانت شوف انت ممكن تحفظ القانون ده ازاي. كل اللي انت محتاج تعرفه ان انت فوق هو اللي تحت، والساين الاخيره ديت بتكون عكس الساين بتاعه السيرتينتي فاكتورز نفسها. تمام، وطبعا ما تنساش برضو ان في النص ديت خد بالك ان في هنا ابسولوت فاليو. تمام، انا باخد الابسولوت فاليو بتاعتهم هما الاثنين، علشان انا عندي واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف، فلما اجي اقارن بينهم بقارن الماجنتيود بس. فخلي بالك من حاجه زي كده، ما تنساش ابسولوت فاليو عشان ما يديكش في الاخر ريزلتس غريبه. تمام، بس كده احنا كده خلصنا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ان شاء الله بكره نكمل المحاضره الرابعه. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.